السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في بلوج جديد. اليوم إن شاء الله غادي نديكم معايا لأشهر بلاصة في المغرب اللي كيتباعوا فيها الأثواب وأثمنة رخيصة. تابعوا معايا الفيديو حتى الآخر. قبل ما نبدا معكم الجولة إن شاء الله ونوريكم الأثواب اللي خديت اليوم، بغيت نشكر جميع المتتابعات الغزالات الفنات اللي كيخليو ليا تعاليق رائعة بحالهم. الله يفرحكم يا ربي والله يجازيكم بالفردوس الأعلى. شكرا بزاف على البوزيتيفيتي اللي كتصيفطوا ليا، شكرا بزاف على التفاعل ديالكم، على اللايكات، على لي كومونتير، على البارطاج. الله يحقق لكل وحده دخلت لاشين ديالي الامنيه اللي في بالها. خليكم معايا ودابا غنبداو الجوله. هذا دير 60 باش كاين؟ هذا 60 درهم المتر، وهذا 70 درهم المتر. وهذا كان بس 60 تاهو. 60 وهذا هذا تاهو. ديك 60 احسن ديك 50 ريال، ماشي مشكل كامل ياك. كوكو جوجونس ما في حتى شي ديفو اخويا. شكرا. ها هو هذا كوبو كامل، خلاه لي ب 50 درهم. عنده أثواب زوينة اللي بغى يجي عنده. هاد السيد ماشي أول مرة كناخد عنده الثواب، وجلابة اللي في الصورة كنت خديت عند الثوب ديالها من عنده بسبعين درهم، فيها جوج متر ونص. صراحة كيستحق تشجيع، ما نكرهش نبارطاجيو هاد الفيديو لأكبر عدد ديال السيدات باش كلشي يستافدوا من الأثمنة الزوينة اللي عنده، وحتى هو يترزق الله ويوصلوه اكبر عدد ديال النساء ان شاء الله يجيو عنده. يعني نفترض خديتو كاع الثوب من عنده ولقيتو فيه شي ديفو، من بعد تقدر تجيبوه ليه وكيبدلو ليكم سون بروبليم. كيقول واحد الحكيم ان الرزق مقسوم والحريص محروم والحسود مهموم والبخيل مذموم، فيا ربي يجعلني ويجعلكم السعداء دنيا واخره. أثواب إسراء. إسراء. أثواب إسراء. بائع جميع أثواب كاين في حي الفرح. زنقة 160. زنقة 160. خليها عندي. ماشكاش. أنا خديت عنده هاد الربعة. اللي بغا راه ونعطيكم الرقم واتصلوا به. إذا كنت في أول مرة كتشوفوا لاشين ديالي ما تنساوش تابوناو، نوروني ونورو القناة ديالي. ما تنساوش لايك وبارطاج. شكرا للعقول الراقية اللي مشتركة في القناة. مرحبا بكل ناس جداد. كانت معكم نشرة السعادة. السلام عليكم ورحمة الله.